ناخذكم مشاهدينا للمدينة، حيث مبادرة فطوركم يوصلكم، مبادرة دولية ومحلية انطلقت بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة وقف شباب خير أمة، نظرا لظروف الجائحة الراهنة وما ترتب عليها من إيقاف لملامح الحياة الاجتماعية التي اعتدنا عليها في شهر رمضان المبارك، أهمها سفر الإفطار. تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة مع زميلة فدوى مطبقاني. حياك الله فدوى. مساء الخير فدوى. مساء الخير عليكم على كل من يتابعنا الآن. بفعل كما ذكرتي سارة، وأضيف أيضا على حديثك أنه هذه المبادرة على المستوى المحلي يشارك فيها تقريبا 7 مدن رئيسية. هنا في المدينة المنورة يشارك تقريبا 500 متطوع في اليوم الواحد، تقريبا يتم توزيع 3500 وجبة إفطار، يعني نتحدث أو نتكلم عن 15,000 وجبة بمشيئة الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك. الآن أنا أطل عليكم من أحد المواقع حيث شباب هذه المبادرة حقيقة يستعدوا للتجهيزات استعدادا لتوزيع الوجبات، وحنتعرف عليها أكثر مع ضيفي مدير هذه المبادرة، مبادرة فطوركم يوصلكم، المهندس ضيف الله الأنصاري. مساء الخير مهندس ضيف الله، يديكم ألف عافية والله يقويكم في هذه الأجواء الحارة. يعني خلينا في البداية نتعرف عن البطاقة التعريفية لهذه المبادرة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه مبادرة دولية بمسمى فطوركم يوصلكم. طبعا في السابق كان في عندنا مبادرة اسمها رمضان أمان لعدة سنوات في 7 دول في العالم. بحلول 2020 توقفت المبادرة هذه بسبب الظروف الطارئة اللي حلت بالعالم بسبب أزمة كورونا، والآن عدناها بشكل جديد تحت مسمى فطوركم يوصلكم. الهدف منها إيصال هذه الوجبات إلى المستحقين في منازلهم. الفئات المستهدفة في هذه المبادرة اللي هي الأوقاف، الأربطة، مساكن العمال، تجمع العمال، كانوا في السابق يأتوا إلينا في المساجد، في المخيمات، في المجمعات يحصلوا على الوجبة. الآن لا، إحنا بنوصل عندهم، نجيهم بطريقة آمنة. طبعا في مراحل التوزيع يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والتباعد. جميع الشباب اللي عندنا كلهم متطوعين، يتم قياس درجة حرارتهم بشكل يومي، يتم التأكد من تطبيق توكلنا أيضا من خلال استلام الوجبات من المطعم، يتم التأكد من جميع العاملين أنهم مطبقين الإجراءات الصحية وحاصلين على شهادات صحية، يتم تعبئة الوجبات الساخنة بشكل كامل معقم، بالإضافة أن الوجبات الباردة تكون معزولة جدا عن الوجبات الساخنة. جميل مهندس ضيف الله، يعني هذه المبادرة تنفذ على 7 مدن رئيسية هنا في المملكة، ما هي هذه المدن؟ طبعا هي الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الخفجي، الشرقية، عندنا أيضا في الجنوب في أبها، في عسير، هذه المدن. جميل. هنا في المدينة المنورة ما هي الآلية المتبعة؟ يعني هل مثلا أنتم بتوصلوا الوجبات زي ما ذكرتوا إلى منازلهم، وبعض الأحيان تتواجدوا في الميدان، هل بتتواجدوا في نقطة واحدة؟ طبعا عشان نطبق الاحترازات الوقائية وعدم تكوين تجمعات مخالفة للأنظمة، في كل يوم لنا موقع نتجمع فيه. أحيانا بننزل، عندنا جداول تنزل في المواقع الخاصة فينا، مرات بننزل في الأوقاف مباشرة، مرات بننزل عند تجمعات المساكن الخاصة بالعمالة، ما لنا نقطة موحدة. عندنا من أول رمضان لـ30 رمضان 30 موقع ننزل فيه إن شاء الله. جميل. ذكرت أنا في مقدمة أنه تقريبا 3500 وجبة تقدم في اليوم الواحد. صحيح. بالإضافة ما شاء الله تبارك الله إلى 500 متطوع. صحيح. هل في خطة مستقبلية لزيادة العدد؟ طبعا الخطة المستقبلية من خلال فرض الإعلانات اللي بتنشر على مستوى العالم، لأن هي المبادرة زي ما تكلمنا في المملكة العربية السعودية، الإمارات، البوسنة، في متبرعين وحابين للخير يحبوا يساهموا معنا من خلال الحسابات الرسمية لمؤسسة وقف شباب خير أمة. بحلول إن شاء الله 15 رمضان العدد سيتضاعف، بدل 500 وجبة في المدينة فقط تصل إلى 1000 وجبة. طبعا الوجبات يوميا توزع على مناطق المملكة من 500 وجبة حتى 1500 وجبة للمدينة الواحدة. فرص التطوع ما زالت متاحة؟ طبعا جميع الفرص التطوعية متاحة للشباب بكافة الأعمار، الإناث والذكور، بشريطة أنه يتواصلوا مع منصة العمل التطوعي الرسمية ويكونوا لائقين صحيين، ونتأكد من سلامتهم يوميا في المبادرة في الموقع. خلينا نختم معكم مهندس ضيف الله، كيف رصدتم الإقبال من قبل الفئات المستهدفة وكذلك من قبل المتطوعين؟
طبعا استعنا احنا من خلال وسائل السوشيال ميديا والاعلاميين والمشاهير، استعنا انه ايش كل يوم بنعزم 2 3 من المشاهير بيقدموا فكره عن المبادره، ينشرون فكره المبادره للناس، صار في اقبال كبير علينا، الكل حاب يشارك، الكل حاب يتبرع، صارت الناس بتسال أنا كيف اشارك، رغم انه في بعضهم عندهم اختبارات نهائيه وانتم عارفين في رمضان كيف، لكن اصروا انهم يشاركوا معنا هذا الاجر وهذا الفضل. احنا مستهدفين ان شاء الله بخلال نهايه رمضان يكون عندنا قاعده 1800 متطوع، تمهيد للوصول الى 1,000,000 متطوع في 2030 ان شاء الله. نعم، يديكم العافية مهندس ضيف الله، والله يقويكم يا رب ويقوي شبابنا أكيد بإذن الله تعالى. مدير مبادرة فطوركم يوصلكم، يعني حقيقة هنا المبادرات فعليا يعني على قدم وساق وعلى مدار اليوم، استعدادا من إعداد وجبات الإفطار إلى إعداد وجبات السحور، هذا بجانب إلى المبادرات الأخرى حقيقة التي تخدم أهالي المنطقة وزوارها، كذلك زوار المساجد الرئيسية هنا في المدينة المنورة وعلى رأسها الحرم النبوي. هذه يعني صورة أو نموذج من المبادرات التي تعيشها المدينة في اليوم الواحد. أعود إليكم بالصوت والصورة والكلمة. يعطيك العافية فدوى. امتدادا لاتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية لبدء بتنفيذ عمليات التقييم والاعتماد